17 من مارس من عام 1993 احتفل بتدشين أول طائرة نفاثة تنضم إلى أسطول الطيران العماني في خطوة نحو تطوير الخدمات الجوية للمسافرين على قطاع مسقط صلالة. السابع عشر من مارس من عام 2007 أشهرت الجمعية العمانية لطب القلب، من أهدافها دراسة المشكلات والقضايا الاجتماعية والبيئية ذات العلاقة بأمراض القلب والبحث عن حلول لها والتعاون مع المؤسسات العلمية البحثية. السابع عشر من مارس من عام 2007 أشهرت جمعية المقاولين العمانية، من أهدافها وضع خطط التدريب للقوى العاملة الوطنية وتشغيلها في هذا القطاع والسلامة في مواقع العمل وحماية العمال والمحافظة على البيئة وتنفيذ قرارات التعميم وتنظيم اللقاءات المطورة للمهنة والتعاون مع الدوائر الحكومية وغيرها من الجمعيات. السابع عشر من مارس من عام 2007 أشهرت الجمعية العمانية لتقنيات التعليم، ومن أهدافها متابعة التطورات في تقنيات التعليم وأجهزتها وتوعية المجتمع بتطبيقاتها وفوائدها وإجراء البحوث والتطبيقات الميدانية وتوثيق علاقاتها مع الجمعيات والمنظمات المماثلة في الدول الأخرى. السابع عشر من مارس من عام 2007 أشهرت الجمعية الصيدلانية العمانية، وتهدف إلى تخطيط وتطوير البرامج التعليمية والأكاديمية وبرامج التدريب المهني للقطاع الصيدلاني وتشجيع البحوث العلمية في هذا المجال. السابع عشر من مارس من عام 2007 أشهرت جمعية المحامين، ومن أهدافها المشاركة في إبداء الرأي وإعداد مشروعات القوانين والتشريعات التي تعرض عليها من قبل الجهات المختصة. السابع عشر من مارس من عام 2008 حققت السلطنة المراكز الأولى بحصولها على 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات و3 ميداليات برونزية، وذلك من خلال مشاركتها ممثلة في وزارة القوى العاملة في مسابقة المهارات الخليجية الأولى والتي عقدت بمدينة العين الإماراتية. السابع عشر من مارس من عام 2009 انعقد المؤتمر الدولي لطب الطوارئ وإدارة الكوارث ولمدة 3 أيام. السابع عشر من مارس من عام 2009 افتتحت الجامعة العربية المفتوحة فرعها في السلطنة.